على الصعيد الآخر، البلجيكي سيفن فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي ويحيى جبران واحد من نجوم الوداد المغربي، هنتابع تصريحاتهم اللي كانت يعني موجودة في المؤتمر الصحفي قبل هذا اللقاء ونعود مرة تانية. حابب في البداية ان هو يوضح نقطة مهمة جدا، وهي عدد وصول كل فريق للنهائي في السنوات الأخيرة. معدل وصول كل فريق لمباراة النهائي بيدل على قوة فريق النادي الأهلي ويدل على قوة فريق الوداد المغربي. في السنوات الأخيرة النهائي كان النادي الأهلي طرف أو الوداد المغربي طرف، فده بيدل قد إيه مباراة بكرة هتكون مباراة صعبة. الاستعداد لمباراة بكرة أكيد استعداد هيكون مهم جدا. هو شايف إن المباراة لن تختلف كثير عن النهائي اللي كان موجود السنة اللي فاتت. يمكن عمل مقارنة سريعة بين هجوم النادي الأهلي وهجوم نادي الوداد بالنسبة عدد الأهداف اللي تم إحرازها وكمان عدد التصويبات. شايف إنه نادي الأهلي أقوى هجوميا بعض الشيء، ولكن على المستوى الدفاعي الاثنين عندهم نفس عدد المباريات اللي خرجت كلين شيت بدون ما يتم إحراز أي أهداف، فبالتالي هيكون في تقارب في الدفاع. شايف إنه هيكون في بعض الأفضلية بالطبع للنادي الأهلي بكرة. المباراة هتكون على الأرض وسط جمهوره، فده أكيد هيديهم الأفضلية. النادي الأهلي عنده جناحين متميزين جدا هو بيفكر فيهم، اللاعب رقم 13 مروان شايف إن هو لاعب مميز جدا، فبالتالي كل دي حاجات بيفكروا فيها. وبيفكر أيضا انه النهائي بكره هيستنى هيكون ليه كلام تاني بعد ما المباراه تتلعب وتتعرف نتيجتها باذن الله. بكل تاكيد بيتمنى السلامه للاعب، ودي الاولويه بالنسبه لهم ان هم يطمنوا على حاله اللاعب الصحيه. هو شايف انه الخساره الاكبر للاعب مش الاصابه اللي تعرض ليها او المرض اللي اصابه، ولكن ان هو مش هيخوض النهائي سواء الذهاب او العوده. دي الحاجه اللي الاصابه الاكبر اللي بتمثل له حزن كبير. بشكل قاطع اللاعب مش هيلعب مباراه بكره، ده هيمثل خساره للفريق، ولكن يظل فريق الوداد بالكامل وكل العناصر الموجوده في الفريق عناصر قويه جدا. اي حد في الفريق قادر ان هو يكون في تشكيله بكره، الكوتش بس هو اللي عارف وعنده المعرفه الكامله مين ال11 اللي هيبتدوا بكره المباراه وهيشاركوا في المباراه، ولكن بياكد ثقته الكامله في كل اللاعبين المتواجدين اللي يقدروا يعوضوا غلاب اللعب. هو حابب يذكر انه لو هيكون في انتقام فمش هيكون بس من نهائي السنه الماضيه في 2022، ولكن كان في نهائي اخر في 2017 اكيد هم ما نسيهوش والنادي الاهلي ما نسيهوش، فكل دي امور بتتاخد في عين الاعتبار. لو هيتكلم عن مباراه بكره فزي اي نهائي، النهائي بيكون ليه حسابات مختلفه، مباراه خاصه 90 دقيقه ذهاب و90 دقيقه عوده. فلو على الدور اللي هيلعبه او هيقوم بيه في المباراه فهو مش محتاج اي دوافع، يكفي انه ده مباراه نهائيه الفوز بيها هيكفل لهم الفوز بالبطوله، فده الدافع الاكبر بالنسبه لهم. بكل تاكيد المغرب والملك بيستثمروا بشكل كبير جدا في كرة القدم. المنتخب المغربي قدم أداء ممتاز في كأس العالم، ولو هيتكلم على الأداء ده أو على فوز الوداد بالبطولة الماضية فده بكل تأكيد هيضيف الثقة للفريق بكرة في المباراة. ولكن كما ذكر في الإجابة على سؤال الزميل الصحفي الآخر إنه الدافع في مباراة بكرة والدافع الأكبر مش هيكون كأس العالم، مش هيكون أي إنجازات، بقدر ما إنه الدافع إن عندك مباراة لو كسبتها هتقدر تكسب البطولة، فده اللي هيمثل لهم الدافع الكبير في مباراة بكرة بإذن الله. الكوتش بيقول هو مش عارف مين أصدر المعلومة إنه اللاعب مش هيكون متواجد في مباراة بكرة، ممكن إن هو يكون موجود ويشارك ويلعب المباراة بشكل عادي. في رأيي أنا شايف إنه مباراة النهائي تكون في مباراة واحدة تتلعب على ملعب محايد، وأنا في رأيي كنت أتمنى النهائي يكون من مباراة واحدة فقط. لو هتكلم عن نفسي فبالطبع انا اتمنى انه فريقي يكسب بكره 5-0، ولكن انا عارف انه ده اكيد حلم مش حاجه ممكن تتحقق بسهوله. النتائج الطيبه اللي ممكن اتكلم عنها، ممكن اتكلم ان المباراه تنتهي بالتعادل او تنتهي بخساره قريبه بهدف واحد. اكيد هيسهل بعض الشيء مهمتنا في العوده في كازابلانكا. تظل دايما جماهيرنا في كازابلانكا هتمثل عنصر مهم جدا جدا، انا عارف ان الحضور الجماهيري هيكون قوي، هيكون في حضور حار جدا من الجماهير، ولكن اتمنى طبعا ان مباراه بكره تخرج بنتيجه طيبه تساعدنا بعض الشيء في مباراه العوده. واولا اخونا عبد الله اخونا الصغير واحد الجوهره زوينه الفريق، كنت اسف على الغياب ديالو، من كيف قال كوتش الصحه ديالو اهم من كل شيء، كنت منو له ان شاء الله الشفاء العاجل ورجع لنا في اقرب وقت ان شاء الله. وبخصوص الحافز يعني الحمد لله حنا يكون عندنا حافز، كاين الناس دراري بزاف كيتسناو، كاين رايد تشكناو شي، كاين دراري ما حضرش معنا دابا، هادو كاملين خدينا عوامل ان شاء الله باش نفرحهم ويفرحوا معنا. دونك ان شاء الله نتمنى نعطيو لو ماكسيموم ان شاء الله باش نفرحوا كاملين ان شاء الله بنهايه. واولا الحمد لله كيف قلت يعني انا جد محظوظ باش ناخذ ثالث نهائي ديالي في مسيره الكره ورفقه الوداد، ماشي شي حاجه اللي سهله. نتمنى ان شاء الله نكونوا حائزين على هذه النسخه هذه ان شاء الله باش نكملوا ذاك الفرحه وذاك التطور اللي كان كبير، ومن خلال يعني الرساله اللي نقدر نوصل للاعبين فالحمد لله. يعني اللاعبين ما يحتاجوش كيف قال كوتش ما يحتاجوش نوصلوا لهم رساله، فراه هو نهائي كل شيء عارف زعما الحجم ديال القائمه ديال المباراه،
دونك بنادم ما محتاجش ان شاء الله اكثر ما يكون هذيك الجراند او ديك النفس حاضره ان شاء الله باش نقدر ما امكن نجيبوا شي نتيجه ايجابيه ان شاء الله. وبالفعل يعني بغض النظر عن زعما الباركور اللي داروا الفريقين في هذا الموسم هذا، فمحظوظين الكره الافريقيه كتواجد فيها واحد جوج فرق من حجم الوداد الرياضي والاهلي. دونك كيف شفتي يعني كيف كنقولوا الفرق الكبار ماشي يموتوش رغم الصعوبات رغم اي شيء، فهم داروا جوج في الفاينل. فكنتمنى تكون ان شاء الله مباراه كبيره بين الفريقين وتعطي واحد الصوره كبيره للكره الافريقيه ان شاء الله. وبصراحه حنا والله ما كيهمنا شكون اللي غيكون حاضر ولا شكون ما يكونش حاضر، اكثر ما كيهمنا حنا نكون كيف غنكونوا واش موجودين واش مركزين بشكل كبير. فيكون حاضر الحارس الشناوي ولا ما يكونش فهذاك يعني مشكل ديال الفريق الخصم. حنا المشكل ديالنا الهم ديالنا الواحد هو ان شاء الله نعرفوا كيفاش نديروا المقابله ديالنا ونعرفوا نركزوا في 90 دقيقه ونكونوا زعما في اوطوب ديالنا ان شاء الله. واذا كنا حنا اوطوب راه غنكونوا مزيان ان شاء الله بغض النظر على زعما شكون حاضر وشكون غايب في الفريق الخصم. من خلال باش نتكلموا على كيف قلتي على ايمن، فايمن كيبقى من احسن اللاعبين في الكره المغربيه حاليا ولا ولكن بسبب الرجوع يعني شفتي الموسم الماضي كان قدم بواحد الشكل كبير حتى مع بدايه الموسم زعما راه الارقام ديالو راه هذا الموسم راه يمكن الارقام ديالو احسن من الموسم الاخر اللي كان فيه اوطو. دونك الارقام راه هي اللي كتحكم. جو بونس كو المستوى يقدر يكون كيبان لك يمكن راه نزل ولكن راه كيبقى دائما لاعب كبير وقيمه كبير. كيف قلت لك يعني كان اولا كنحتارموا الجماهير المصريه كنقدرهم يعني جماهير كبيره وجماهير زعما اللي عندها التاريخ ديالها. مي الحمد لله هذا الشيء ما غيكونش علينا تاثير، فزعما عندنا لابيتيد عندنا موالفين زعما هادشي حيت كل 3 جوار كل 3 ايام كنلعبوا امام جماهيرنا اللي كيفوق 40,000 50,000 كل 3 ايام كنلعبوا. دونك ما غيكونش هذا هو التاثير ديالهم. فالحمد لله احنا موالفين بهذه الاجواء هذه.